خير وعلي خير جبت لكم اليوم اقتراح للغوتي ولا الوجبه ديال الفطور كيكه ديال التفاح سهله بدون بيض كتجي رائعه ومقادير اقتصاديين تبعوا معايا المراحل ان شاء الله غادي تعجبكم وغتجربوها وغتعجب حتى الوليدات الصغار والاهم انها كتجي بنينه ولذيذه لذيذه بزاف تبعوا معايا المقادير بسم الله على بركه الله هنا غادي نبدا عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده بالكعبر بالكاس ديال العنبه وعندي هنا واحد دانيت فلون فاني خمارة ديال جوج خمارات ديال الحلوى وفاني وغنحتاج جوج كيسان ديال الدقيق وغنحتاج هنايا ثلاثه ديال التفاحات قطعتهم هكا مكعبات صغيورين ودرتهم في الكاس ديال العصير غادي نطحن الكل المقادير كاملين غادي نطحنهم هنايا في الكاس ديال العصير باش غادي تمزج لينا مزيان هذاك المكونات مع التفاح درت هنايا فاني وغادي ندير هنايا دانيت فلون كيجي صراحه رائع زوين الا لقيتو حتى دانيت كاراميل حتى هو كيجي زوين هذا ديال فلون انا ديما تنجربو وهو صراحه تيجي رائع هنا ضفت كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت بالنسبه للعبار كما قلت لكم كاس العنبه وما يكونوش عامرين بزاف يعني تخليو واحد شويه من الفوق الكاس خاوي وهنا ضفت كاس ديال الحليب بارد يعني في المجموع ثلاثة ديال التفاحات كاس ديال الزيت مع مرش، كاس ديال سنيدة مع مرش وكاس ديال الحليب وواحد فاني وغادي نطحنو الكل هنايا غادي نطحنهم مزيان حتى ما غاديش يبقى ليا تقطعات ديال ديال التفاح وغادي نقادهم باش غادي أه، نضيف عليهم الدقيق والخمارات هنا صبيت الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا راه كيكون سائل يعني واخا عندنا التفاح ما كتجيش آه ما كيجيش العجين ديالنا قاصح وهنا آه خديت جوج كيسان ديال العنبه عامرين بالدقيق ديال الحلويات ممتاز وغربلتهم مزيان عاد درتهم هنايا غادي نضيف ليهم جوج ديال الخمارات وبالنسبه للدقيق راه درت فيه ديجا آه واحد قبصه ديال الملح غير ما بانش هنايا حيت كنت غربلتو عاد عبرت ب... عاد عبرت بالكيسان هنايا ضفت جوج خمارات من فئه سبعة غرام سبعة ولا تمنية غرام يعني هاد الخمارة ولا الاخرى بجوجهم كيصلاحو صافي و تنبقاو نخلطو بالطراب اليدوي ديال اليد بلا ما نحتاجو الطراب الكهربائي كنبقاو نخلطو هكا من الفوق لتحت حتى كتجمع لينا آه العجينه وكتكون شويه آه يعني عاقده ما كتجيش هي جاريه بزاف تتكون عاقده حيت فيها حتى التفاح حتى هو كيعقد لينا آه الخليط صافي تنبقاو نحركو فيها هكا على آه كنحركو فيها هكا من التحت للفوق كيف ما كتشوفو على هذا الشكل صافي تنخليوه نجيبو لاطه اللي غادي تدخل للفرن المول اللي غادي يدخل للفرن وغادي نخوي فيه الخليط ديالي انا اختاريت هذا المول اللي كيتحل من الجناب ودرت ليه واحد ورق ديال الزبده باش ما كتلصقش ليا اه واخا هو ما كيلصقش ولكن انا كنفضل ديما ندير ورق الزبده باش هكا الا بغيت نهز الكيك ديالي تنهزو من ورق الزبده باش بلا ما كنخليه في هذيك الصينيه التحتانيه ديال ديال المول هنا كنكون سخنت الفران سخنته مزيان على درجه حراره مية 180 ودرتو سخنته من الفوق ومن التحت وغادي ندخل ليه الحلوه ديالي غادي ندخلها من التحت حتى غادي طيب وتنفخ هي إيه ما كتجيش عاليه بزاف يعني كتجي كما شفتوا في الصوره في الاول كتجي هابطه شويه وعلى حسب المول عاوتاني يعني الا كان عندكم مول صغير غادي تجي طالع انا عندي هنايا مول الكبير هذاك الشيء علاش كتجيني شويه هابطه بحال بحال لا بحال لا او بوم هنايا قطعت قطعت تفاح هنا واحد ثلاثه ديال تفاحات قطعتهم بالقشور ديالهم هكا على شرائح طوليين وغادي نزين بهم الطورطه ديالي الكيكه ديالي غادي نزينها بهاد الشرائح ديال التفاح على شكل دائري كيجي بنين وكيطيب مزيان في الفران كيجي لذيذ مع مع الكيك هنا غادي نستمر درت واحد جوج ديال الدورات ديال ديال التفاح وخديت هنا عندي واحد شويه ديال اللوز كونكاسي ما محمرش درته هنايا الوسط هو اللي غادي يتحمر في الفران هنا درتو الوسط غير للتزيين يعني لما كانش متوفر عندكم صافي تكملوا الدوره ديال التفاح هنا الفران ديالي سخن بعد ما اوجد الكيك غادي ندخلها الفرن وغادي نخليها حتى طيب من تحت. وعاد نطلعها من الفوق تحمر وقبل بواحد ما تحمر الفوق بواحد خمسة ديال الدقيقة نعاود نخرجها باش ندهنها نوريكم الشكل ديالها هنا كيف ما قلت لكم دخلتها الفران لتحت هنا من بعد ما تحمرتش ليا بزاف من الفوق خديت هنا شوية ديال مربى ديال ديال المشماش ودهنتها من الفوق باش كتزيد كتحمر ليا داك التفاح كيزيد كي يتحمر هو اه كيعطي واحد لمعة رائعه الا ما كانش عندكم متوفر كونفيتور ديال المشماش ولا ديال الليمون ممكن ديروا غير العسل هكا كدهنوه من الفوق باش كتعطينا هذيك لابريونس وداك اللون الذهبي كيعطيه لينا من الفوق وكتجينا الكيك ديالنا محمره لديدة ورائعه هنا غادي نعاود ندخلها غير واحد شويه كما قلت لكم غير واحد خمسة ديال الدقائق الفوق ندير ديال الحراره ديالي الفوق ونخليه يتحمر ويشد اللون ديالو الذهبي صافي ومن بعد غادي نخرجها <applause> هنا من بعد ما طابت لي الكيك ديالي وخرجته كما ما كتشوفوا كيجي واحد اللون ذهبي رائع زوين واحد اللمعه زوينه من الفوق ديال التفاح بالفضل ديال هذاك الكونفيتور ديال المشماش صراحه كيجي لذيذ وهنايا زينته واحد شويه بالبيبي شوكولا من الفوق نسيت انا واحد الشكل زوين واحد زعما كتجي رائعة رائعة زوينة كنتمنىكم إن شاء الله تجربوها وكتجي خفيفة خفيفة بزاف وغادي تعجبكم إن شاء الله وغتجربوها وخليو لي لي كومنتر ديالكم زويني ولي لايك ديالكم وما تنسونيش من البارتاج مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ونتلقاو إن شاء الله في وصفة جديدة